السبت 30 مايو 2020 إجازة قانون حماية الأطباء والكوادر والمنشآت الصحية لسنة 2020. لقد توج نضالكم ككوادر صحية في السودان وحول العالم المبدأ الرئيسي وهو التزام الدولة بحماية موظفيها. ولقد شهدت العقود الماضية خاصة العقود الثلاثة الماضية إبان الحكم النظام البائد، وخاصة شهور ثورة ديسمبر المجيدة، وخاصة كل المواقع المحددة التي ناضلتم فيها من أجل خدمة أفضل للمريض وللمواطن، ومن أجل الإبقاء على خدمات صحية تحترم المواطن وتقدم له الخدمة، وناضلتم من أجل الحفاظ على المرافق الصحية والمنشآت والخدمات الصحية بعيدة من يد البطش والعدوان والاعتداءات. نترحم اليوم على كل شهيدة وشهيد انتقل إلى رحمة مولاه من آثار الاعتداء، سواء كان مريضا من أثر الاعتداءات، سواء كان مرافقا، أو سواء كان منكم ومنا الكادر الصحي السوداني. لا أريد أن أذكركم بأهمية هذا القانون، ولا نستهون أبدا بأن القانون وحده هو الذي سيحمي فعليا، ولكن هنالك أيضا كما علمتم من ممثليكم الذين تفاوضوا مع الحكومة المدنية الديمقراطية، الحكومة المدنية الانتقالية، وأن هنالك مصفوفة أخرى من التدابير يمهد لها هذا القانون، ونحن عازمون كحكومة على تنفيذها وعلى أن ترى النور في كل خدمة وكل موقع يقدم فيه الكادر الصحي السوداني الخدمة للمواطن. نخبركم اليوم بقانون تمت إجازته بواسطة مجلس الوزراء، وأيضا بواسطة المجلس السيادة الانتقالي، وأن هذا القانون قد تم توقيعه اليوم بواسطة السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وسيدرج غدا الأحد 31 مايو في الصحيفة الرسمية أو الجازيتا لوزارة العدل والحكومة السودانية، ويكون نافذا من لحظة توقيعه وهي اليوم. من أهم جوانب هذا القانون أنه يشدد العقوبة، أنه يشدد عقوبة تصل إلى 10 سنوات لكل من يهدد أو يعتدي على الكادر الصحي في أي مرفق كان، ويعرف بشكل واضح ما هي هذه الاعتداءات. كما يحدد القانون عقوبات محددة للتهجم على المنشآت ولتخريبها، وهي ما شاهدناه بالفترة الأخيرة وشاهدناه على مر العقود من أشخاص بلا ضمائر يحرمون المواطن العلاج الذي يستحقه. إخوتي وأخواتي، أبنائي وبناتي، هلموا إلى العمل إن شاء الله، وواصلوا في كفاحكم من أجل وطن خال من الأمراض، مريض يجد علاجه، ومن أجل خدمة صحية ترقى إلى المستوى الذي نتوقعه من هذه الحكومة والذي جئتم بنا من أجل تنفيذها. نعلم أن هذه قطرة بسن هذا القانون، ولا نتوقع ونستلهم تضحيات الشهداء، تضحيات المصابين، وتضحيات كل الكادر الصحي وكل الشعب السوداني على مر الفترة الماضية، لكيما يكون هذا أول الغيث، هو هذه القطرة أول الغيث. نعيدكم ونلتزم بمعالجة فتح الخدمات الصحية وإعادة تشغيلها كأولوية لوزارة الصحة الاتحادية. نعدكم بأننا سنعمل مع الجهات التي تمول قطاع الدواء
في هذه البلاد، وزارة المالية، بنك السودان المركزي، والتي تسهل عملية إنتاج واستيراد الدواء، وزارة الصناعة والتجارة. غدا من أجل معالجة كل ما يحول دون تحقيق وتنفيذ التزام الدولة والتزام الحكومة الانتقالية بجعل الدواء سلعة استراتيجية تدعم بواسطة الدولة. سنفيدكم أكثر خلال هذا الأسبوع، وما زلنا ننعقد ونتشاور داخل الحكومة وأيضا مع شركائنا وأصحاب المصلحة من منتجين ومستوردي أدوية ومن فئات تجمعات فئوية تمثل إخوتنا الصيادلة والأطباء، لأننا نعلم بأن من غير دواء لا يوجد علاج. نريد أيضا أن نؤكد لكم بأن كل الكادر الصحي في السودان يستعد الآن مع كل المشغوليات الأخرى، مع كل الضغوط الموجودة من وباء يجتاح العالم ويجتاح البلاد، يعمل أيضا على التحضير والتجهيز لوقاية المواطن من أمراض الخريف التي تتزامن كل عام في مثل هذا الوقت. ويعمل الكادر الصحي في ولاية الخرطوم تحديدا على مدى الأسبوع أو العشر يوم الماضية في استنباط خطط ممتازة يتم نقاشها مع كافة قطاعات المجتمع، تستغل كل الموارد الموجودة لكيما تستطيع أن تقدم الخدمة للمواطن في المركز الصحي في المجتمع وفي المرفق الصحي العام المستشفى العام وأيضا في القطاع الخاص، استغلالا لكل الموارد الموجودة لكيما ينعم المواطن بخدمة تليق بهذا الوطن وبثورته. ترحموا على شهدائنا من الأمراض، ترحموا على شهدائنا الذين ماتوا من عدم توفر الخدمات الطبية، ونترحم أيضا على شهدائنا من الكوادر الصحية على مدى 30 عاما الماضية وأيضا في خلال ثورة ديسمبر المجيدة. ونسأل الله أن يتغمد من رحلوا منا واستشهدوا من هذا الوباء، وباء الكورونا، من زملائنا، ونعمل أيضا على التأكد من أن مصفوفة القوانين التي تحمي من الاعتداء تكون مستصحبة أيضا لمصفوفة أخرى من التدابير الإدارية وغيرها التي تكرم الشهداء والتي تعين على حماية الكادر الصحي من العدوى، وأن تعين أيضا الكادر الصحي من الاحتياج للمال من أجل أن يعالج نفسه أو يعالج أسرته، وذلك عبر إحدى الأدوات لذلك هي عبر التأمين الصحي الشامل الذي نتوقع أن يبدأ توزيع بطاقاته قريبا. مواطني الأعزاء، لا أريد أن أطيل عليكم، نشكركم ونشكر أيضا ممثلي الأسادة الأطباء، تحديدا نقابة أطباء السودان الشرعية، اللجنة المركزية للأطباء، لجنة الاستشاريين والأخصائيين، وتنسيقية النواب الأخصائيين، الذين عملوا بكد واجتهاد على مدى الشهور الماضية مع كافة مرافق الدولة لكيما يتم صياغة هذا القانون الذي خرج إلى النور اليوم. أود أيضا أن أسجل صوت شكر لمولانا دكتور نصر الدين عبد الباري وزير العدل، ومولانا السيد النائب العام، مولانا تاج السر الحبر، وإسعادة الفريق الأول حيدر، الفريق الأول الطريفي وزير الداخلية، وأيضا وقبل هؤلاء للسيد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك لدعمهم القوي مبدئيا وعمليا لكي يخرج هذا القانون إلى النور. ونعد ونلتزم بأن نعمل سويا مع كافة الشركاء لكي يتم تنفيذه وتطبيقه بآليات واضحة في أقسام الشرطة، في المرافق الصحية، وفي كافة المناطق التي يتم فيها تقديم الخدمة الصحية للمواطن، بحيث يحمي هذا القانون الكادر الصحي ويحمي الخدمة نفسها والمنشأة التي تقدم الخدمة للمواطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وطننا 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 باسمك كتبنا رطننا. شكرا شكرا يا شمال الابيض حد الريت والكون تمدد يمواجينا اختار علشاننا هالافضلكم ما بتتعدى. شكرا شكرا يا شمال الابيض شكرا يا شمال يا الصابرين عند الله جزاكم فيكم عشان الشعب اتجدد رغم الضيق مدين ايديكم واتحملتوا كنتوا تفرد. شكرا للكادر الصحي. شكرا لدكاترة بجابه الموت وعيونه مسهرانة. كل التقدير للجهود العظيمة التي تقوم بها كوادرنا الطبية والصحية لمواجهة جائحة الكورونا. شكرا جيشنا الأبيض.